أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، هل يدخل في ذلك الاعتراف بالنعمة؟ هذا ما هو بتزكية للنفس، هذا ثناء على الله جل وعلا. الاعتراف بالنعمة شكر لله، ثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل والنعمة هذه ما هي منك، هذه من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم.